الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده، اخر حلقه واهم حلقه واغلى حلقه النهارده، حلقه يوم عرفه ومشاعرنا يوم عرفه. الحقيقه الحلقه النهارده انا دلوقتي بسجلها، لكن لما هتتعرض هكون انا ان شاء الله باذن الله واقف على عرفه في ذلك الوقت، فانا بسجلها دلوقتي ومشاعري هناك، وانا بسجلها في الاستوديو، لكن انا حاسس ان انا بتكلم على هناك، ونفسي احببكم في هناك لعل ربنا يفتح عليا وانا في عرفه بالكلمتين اللي انا هقولهم دلوقتي. اجمل يوم في السنه واعز يوم في السنه، يوم بتتولد فيه من اول وجديد، خير يوم طلعت عليه الشمس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول. تخيلوا يا جماعه، والشمس بتطلع، الشمس دي ما طلعتش على يوم طول 365 يوم، احلى وافضل واغلى على الله واحب الى الله من ذلك اليوم. ليه؟ يوم غالي جدا، يوم عرفة. ليلة القدر احنا مش عارفين هي انهي واحدة في العشر الاواخر من رمضان، لكن يوم عرفة احنا عارفين ان هو يوم 9. اذا كانت ليلة القدر ليلة اجابة الدعاء، فالنبي بيقول على يوم عرفة خير الدعاء دعاء يوم عرفة، مفيش زيه دعاء يستجاب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اكثر يوم يعتق فيه الرقاب يوم عرفة. اذا كانت ليلة القدر ليلة عتق، فيوم عرفة اكثر يوم بتعتق فيه الرقاب. تخيل اكتر يوم للحجاج، بس للحجاج كلهم، واللي كان قريب من ربنا وهو في بلده تقي لله عابد لله. يا جماعة اليوم دون يوم فيه اربع احاديث. الحديث الاولاني خير يوم طلعت فيه الشمس، الحديث الثاني خير الدعاء دعاء يوم عرفة، الحديث الثالث اكثر يوم يعتق فيه الرقاب يوم عرفة، الحديث الرابع الحج عرفة. اللي حج وما طلعش عرفة ما حجش، خلاص ما تنفعش الحجة. عرفة يوم غالي جدا. لا، في حديث خامس كمان، اذا كان يوم عرفه فان الله يباهي بعباده الملائكه، يقول انظروا يا ملائكتي الى عبادي اتوني شعثا غبرا. شايفين تعبانين قد ايه من الحج؟ اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. يا جماعه على ثواب يوم عرفه، خمس احاديث للنبي على ثواب يوم عرفه. انا عايز احكي اكتر عن المشاعر، عايز احكي لكم عن مشاعر الحجاج بتبقى عامله ازاي. شوف يا جماعه، احنا بنوصل عرفه، وانت عارف بقى ان بكره يوم اجابه الدعاء، وبتبقى عارف يعني يوم عرفه يوم اجابه الدعاء، وانه يوم مهم جدا، وانك لازم تبقى مركز جدا. تروح عرفه مش قادر، يعني ايه مش قادر؟ عايز انام. وتقعد تقول لنفسك انا وحش، انا سيء، ازاي عايز انام؟ كأن ربنا بيقول لك الإعانة من عندي، انا استعن بي اعينك حتى في يوم عرفة. ففهمت ساعتها يعني ايه حديث النبي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتيجي واحنا بنصلي الظهر تبدأ حس انك وحش. والله يا جماعة الحكاية دي بتتكرر معايا كل سنة، ولاقي الناس اللي حواليا نفس الحكاية. الصبح الناس موخمة كده، والناس قاعدة وفي ناس نايمة، وكله هطان كده. وبعدين والله العظيم يا جماعة كأن في أمر نزل من السماء فجأة. الكويس واللي وحش، المتدين والمش متدين، اللي بيحج الأول مرة واللي بيحج كتير، الرجالة والستات، الأطفال، الكبار، كله يا رب. والله يا جماعة نبقى سامعين من المخيمات حوالينا صوت الدعاء والبكاء، تبقى سامع وكأن عرفة سميت عرفة لأنك تعرف الله فيها حق المعرفة. أنت عرفت ربنا بجد، فخشع قلبك ودمعت عينك، فرفعت يدك بالدعاء فاستجاب لك الدعاء. لا يرى الشيطان أخزى ولا أدحر من يوم عرفة، يضع التراب على رأسه، يقول يعني أفسدتهم في شهور وسنين وغفر لهم في يوم. يا جماعة إحنا، أنت بتبقى على عرفة فترة بقى ما بعد العصر، تلاقي كل واحد واقف لوحده، تلاقي راجل ومراته، وتلاقي أبه وابنه، وتلاقي مجموعة ستات بيبكوا وبيدعوا، وتلاقي كله بيدعي، كله بيلهج في الدعاء. أنا عمري ما شفت دعوات بتستجاب قد دعاء يوم عرفة. والله يا جماعة في حياتي وفي حياة الآخرين، ولادي الاثنين علي وعمر جم بدعاء في عرفة. أنا 10 سنين ما بخلفش، أنا قاعد سنين، ساعات بدعي وساعات ما بدعيش، بس عمري ما حنسى وأنا على عرفة في السنة دي، بعد ما كل جهودنا مع الأطباء بتقول مش هتخلف، دعاء 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 يا رب يا رب. أقسم بالله العظيم خلصنا عرفة ونزلنا على منى ورجعنا، بصيت لقيت مراتي بتقول لي أنا تعبت شوية، رحت للدكتور قال لي أنت حامل. بيحكي لي واحد صديق ليا بيقول لي كان بيحب واحدة حيموت ويتجوزها 7 سنين، مفيش أمل، رفض تام، لا يمكن لا يمكن، رفض تام تام تام،
بيقول لي رحت في عرفة ولقيت نفسي بدعي وبقول يا رب هي مش قلبها وقلب أهلها ملكك، أؤمرهم أؤمرهم ما تكسرش بخطري وأنا جاي لك عرفة، ويدعي اتجوزها بعد شهرين، بقالهم سنين متجوزين. إيه ده؟ إيه ده؟ في إيه في عرفة؟ في أن الله يستجيب الدعاء. طب أنا ما بحجش، أنت كده يعني زعلتنا، إحنا ما بنحجش هناك. خير الدعاء دعاء يوم عرفة للحجاج خصوصا وللأمة كلها في كل مكان في الأرض. ادعوا النهاردة يا جماعة، ادعوا بين العصر والمغرب، أو وصوا حد من اللي بيحجوا إن هو يدعي لكم. وأنا أوعدكم إن كل حد، وأنا طبعا بسجل دلوقتي، بس وأنا في عرفة مخصص وقت للناس اللي بتبعت لي على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الناس اللي عندي على الصفحة، إن أنا عندي إيه يوم عرفة غير إن أنا بدعي. فأنا مخصص وقت بكرة للدعاء لهؤلاء، طبعا على قد ما هقرا وربنا يعني ان انا يعني اكبر عدد ممكن، ما اقدرش اوعد كله، لكن دي نعم من ربنا يعطيها لنا. دعاء الدعاء مستجاب، ادعوا ادعيتكم وانتوا ادعوا، ووصوا الحجاج يدعوا لكم. هذا يوم اجابة الدعاء. فتخيلوا بقى، تبص على كل الناس، والله ساعات يا جماعة الواحد عينه تدمع وهو بيتفرج على الناس وهي بتدعي. الناس رفع ايديها، النبي يوم عرفة رأيناه رافع يديه، رافع ايديه وخافض رأسه منتهى التضرع إلى الله، ويدعو ويدعو ويدعو، حتى رأينا بياض إبطيه من كتر ما هو لابس لبس الإحرام، من كتر ما بيدعو تشوف بياض إبطي النبي رافع إيديه منتهى التذلل. كله بيبقى كده يا جماعة، كله بيبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم كده، توسل يا رب، والناس تلح، وإن الله يحب الملحين في الدعاء يوم عرفة. أما يوم عرفة ده جميل بشكل، يا جماعة أنا ساعات بستنى الحج عشان عايز أروح أدعي يوم عرفة، عشان عندي دعوات عايز أدعيها السنة دي. أنا أعرف ناس بتقول لي أنا بستنى يوم عرفة عشان دعاء الرزق للسنين اللي جاية لأولادي. والله لا تتخيلوا اليوم ده غير عادي، يوم يستجيب الخير الدعاء، دعاء يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك. وبعدين إحنا بندعي في ليلة القدر مش عارفين أنهي، لكن هنا أنت متأكد. ادعوا ادعوا يا جماعة، ادعوا بكل ما أوتيتم من قوة. أما اللحظة الجميلة المؤثرة، لحظة المغرب، لما نبص كل شوية، نبص في الساعة فاضل قد ايه، ونسأل بعضينا فاضل قد ايه، 3 دقايق، يا رب يا رب يا رب فاضل قد ايه، فاضل دقيقة يا رب اتوسل اليك، وتقعد تلخص كل اللي انت قلته وتبكي وتتذلل. شيء عجيب عجيب بيحصل في عرفة، لغاية ما يتقال غربت الشمس، ما بين دموع وما بين ضحك. ضحك ليه؟ لان اذا غربت الشمس غفر الله لعباده. يا نهار ابيض، اتغفر لي كل اللي فات، انا اتمسح كل اللي فات، اعتقني من النار، خير يوم يعتق فيه الرقاب. بيقول لك اول ذنب يحصل، انت دلوقتي صحيفتك بيضه، ايه اول ذنب يحصل؟ لو شكيت هو غفر لي ولا لا، ادي اول ذنب اتكتب. انت متخيل انت رجعت كيوم ولدتك امك، انا رجعت كيوم ولدتني امي، انا نقي، انا ما فيش عليا ذنوب خالص. انا بحكي طبعا دلوقتي، وانا نفسي نفسي اروح بقى، انا يعني بصور دلوقتي ومسافر بعد يومين، بس انتوا هتبقوا بتتفرجوا وانا هناك. يوم عرفة يوم غالي، ممكن تحط في دعائك السنة دي يا رب حج. على فكرة في ناس ما بتدعيش انها تحج لانها مش متخيلة ان ربنا هيستجيب لها. هجيب الفيزا ازاي ومعيش فلوس وعندي 100 حاجة؟ اصل الحج ده للكبار. والله ياما شباب صغير بقى بيحج، فربنا يبارك له في بقية حياته. الحج مش العواجيز يا جماعة، الكلام ده غلط، الحج للشباب. مال تنطلق في حياتك بحجة قوية تدفعك للأمام ازاي؟ الحج تجديد للروح والنفس، كيوم ولدتك أمك. الحج الداية مع الله، الحج قوة، الحج استناد على الله ان انت دعيته فيستجيب لك، انه ان انت طالع تحج قريبا بعون من الله. وادعي في حياتك، ادعي للدنيا والآخرة. أنا عشان كده ضربت مثل دعوة الجواز ودعوة الخلفة، عشان مش كل الدعوات بس اللي انتوا فاكرينها في يوم عرفة يا رب ادخل الجنة. طبعا بندعي ندخل الجنة، لكن كمان بندعي لحياتنا الخاصة. ادعي بالجنة قوي، ادعي بالجنة قوي، لعل ربنا سبحانه وتعالى يكتبك من أهل الجنة الآن. وادعي للمسلمين، رأينا النبي في عرفة يدعو لأمته. دي كانت حلقة النهاردة، حلقة الختام. يا رب اكون فتكوا في البرنامج دوت، وانا مش هدعي معاكم دلوقتي لان انا هعمل لايف ستريم النهارده، استعدوا ليه وانتظروه. هدعي وانا في عرفه، ندعي مع بعض، وادعي بيكم كلكم، وارد على ادعيتكم والبيها وادعي لكم ان شاء الله. انتظروني في اللايف ستريم. كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد، وربنا يتقبل منا ومنكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.